أسدل مساء أمس بدار المرأة التشادية الستار وعلى أعمال الورشة حول اعتماد النصوص القانونية التي تجيز تنفيذ استعمال البذور في تشاد. مدير البذور المحسنة والتشجير بوزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية هو من رأس أعمال الاختتام بحضور الفنيين والمعنيين بالوزارة. عائشة أحمد دوقي والتفاصيل. استمرت لمدة يومين، فقد تبادل المشاركون في هذه الأعمال للورشة الختامية لاعتماد النصوص القانونية التي تجيز تنفيذ استعمال البذور والأسمدة في تشاد، حيث عرجوا خلالها إلى بعض النقاط والمحاور ذات الشأن بالقانون المشار إليه آنفا. عشان ده سوينا قوانين عشان الحكومة يتبغى الأول فيها قانون واحد، أول في الأسامبلية دبتين من هذه الوسيز، عشان ده سوينا أريتي والدكري آخرين نقدموا للأبليكاسيون الواسزة عشان يمشي للنظام التواريب الحديثة في تشاد. في الكلمة الختامية لأعمال هذه الورشة والتي قدمها مدير البذور والتشجير اللكير أرتوماس ممثلا للوزير الذي أثنى على الخطوة التي بادرت بها الحكومة وتأهدها منذ 9 أكتوبر عام 2016 لاعتماد قانون البذور والذي سيسمح بضمان الأمن الغذائي، مما يساعد الحكومة في تحقيق سياستها الرامية نحو التنمية الريفية وتوفير الغذاء. ولا يفوتنا وأن نذكر بأن هذه الورشة تم تمويلها من قبل التعاون السويسري الذي يعمل بجانب الحكومة التشادية في المجال الزراعي.